انا نفسي افهم بس ايه السبب يعني انا بقعد احاول الاقي تبرير هل مثلا الماتشات الكبيره او اللي فيها انديه كبيره بتلعب سواء بتكلم على اهلي او زمالك الحكم اللي بيبقى في المباراه او حكم الفار بيبقى عليه ضغط كبير بما ان في فريق كبير في الملعب بيلعب فاحنا هنا محتاجين مثلا حكام متمرسين اكتر عندهم شخصيه اكبر هل مثلا الحكم عشان شايف النادي الاهلي هو اللي بيلعب فعايز يبين قد ايه هو جريء وبياخد قرارات وقرارات اساسا غلط انا الجزئيه دي بقى يعني قدرت بحثا انا بيتهيالي انه ما الشخص المنوط بيه واللي بيتحمل مسؤوليه التحكيم قبل إيه ان يكون في موقع حكم بالتالي مفترض ان هو واعتقد ان كل حكامنا احنا متفقين على كده مبداه انه ما بيتعاملش مع الالوان هو بيتعامل مع الاحداث بتاعه المباراه بيتعامل مع واقع واقع ما علاقه مين الفرق اللي بتتنافس وما علاقه مين في الصداره ومين في مؤخره جد او في اخر جدول الترتيب في النهايه انت مطلوب منك تحسب وتدي كل صاحب حق حقه ده قولا واحدا زي ما بيقول